مشاهدي الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركة، أسعد الله مساءكم بكل الخير. حياكم الله في حلقة جديدة من الواقع اليمني. أهلا بكم على وقع أصوات الرصاص والقذائف والمقذوفات في أرض المعارك ورعود الغارات والقصف الجوي. بات التحرك والقلق الدولي يتصاعد في مسار الأزمة اليمنية. لعل اجتماعات جدة لوزراء خارجية أمريكا، بريطانيا، نائب الوزير الروسي، وزراء خارجية دول الخليج العربي، المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ نهاية الأسبوع الماضي دلالة ذلك القلق من ناقوس خطر تفاقمت من خلالها الأزمة اليمنية. لكن نتائج الاجتماع وما جاء به كيري من خطة مقترحة لحل هذه الأزمة كانت ذات أبعاد تركت الكثير من الجدل لدى من يقرأ السياسة وعلى أطراف الأزمة. أيضا أثارت الكثير من علامات الاستفهام عن مدى الواقعية والجدية في الحل وإمكانية تحقيق هذا الحل على أرض الواقع. الواقع الذي يشتغل بالتصعيدين على المستويين أو يشتغل بالتصعيد على المستويين السياسي والعسكري. حول خطة كيري وردود أفعال الأطراف ودول الإقليم بشأن هذه الخطة سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال ضيوفي لهذه الليلة عبر الهاتف الدكتور محمد جميح المحلل السياسي من لندن، وأيضا معي الدكتور عبد الوهاب الشرفي المحلل السياسي من صنعاء. وعلي أن أبدأ بالدكتور محمد جميح محلل سياسي، والذي أشكره أنه أعطانا وقت بسيط ومرتبط بقناة أخرى، لكن سنحاول أن نكون معه على مدار الدقائق القادمة قبل أن ننتقل إلى ضيفنا الدكتور عبد الوهاب الشرفي، الأستاذ عبد الوهاب الشرفي عفوا. دكتور محمد، بداية مساك الله بالخير. هلا مساء النور والعافية. شكرا لإعطائنا هذه الفرصة ولو لدقائق معدودة، ألف شكر لك. ودعني أدخل في الموضوع مباشرة حتى ما نضيع الوقت. خطة كيري، كيف تنظر إليها؟ هل يمكن أن نعول عليها الكثير من الآمال؟ هل يمكن أن نعتبرها بداية حل للأزمة اليمنية؟ أحييك في البدء وأحيي الأستاذ عبد الوهاب والمشاهدين. يعني خطة كيري هي المؤشر الأول لها أنها تؤشر إلى ضجر المجتمع الدولي لتطاول الأزمة اليمنية على مساقاتها المختلفة. يريد العالم أن يفرغ لملفات أخرى، ربما يريد أن يهيئ لحل سلمي عن طريق التفاوض وعودة الأطراف المختلفة إلى مائدة المفاوضات. خطة كيري هي ربما تطوير إلى حد ما أو تنقيح للخطة التي عرضها إسماعيل ولد الشيخ على المتحاورين في الكويت، والتي وقعها أو التي وافق عليها وفد الحكومة اليمنية ورفضها وفد الحوثيين وصالح في حينها. هذه الخطة في تصوري أنها كانت إيجابية إلى حد كبير لناحية إلغاء التراتبية الزمنية في القرار الدولي 2216. نعم. من ناحية ترتيب الخطوات، سحب الميليشيات وسحب الأسلحة ثم بعد ذلك الحكومة. الخطة تفترض أن تشكل الحكومة، حكومة وحدة وطنية، بتساوق زمني محدد مع الخطوات الأمنية والعسكرية. وبالتالي أنا في تصوري أنها خطة جيدة. ربما الاجتماع الذي كان مع خارج وزارة خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يؤشر إلى موافقة هذه الدول على هذه الخطة. تبقى الأطراف الوطنية في اليمن التي في اعتقادي أنه يجب عليها الموافقة على هذه الخطة، لأن الحرب لن تؤدي إلى حل وإن انتصر طرف من أطرافها. في الأخير لابد أن يكون الطرف المنهزم، إنجاز التعبير، يتحين الفرصة للعودة مرة أخرى. هل تعتقد أن محاولة، يعني أنت زي ما ذكرت أنه
هل تعتقد أنه سيحاول كل طرف الآن إثبات نفسه على الأرض ومحاولة تحقيق شيء من التقدم قبل المضي قدما في خطة جون كيري؟ يعني هذه هي طبيعة المعارك العسكرية. قبيل كل مفاوضات لابد أن يتم هناك تصعيد عسكري من أجل كسب أوراق على مائدة المفاوضات، لكن عبر تاريخ المفاوضات وعبر تاريخ الصراعات المختلفة في العالم فإن هذا التكتيك لا يجدي أصلا، لأنه لا يتحصل بموجبه الطرف المصاعد على ما يريد في مائدة المفاوضات. حقيقة أن المعارك المستعرة حاليا هي لا تؤدي إلى شيء، لأن الخطوط الحل العريضة واضحة في اليمن، ونحن في اليمن نعرف أنه كل الأطراف لديها ما يمكن أن تستخدمه. لكن الشيء المهم الآن أن الأطراف المختلفة التي تتصارع الآن، ما في تصوري أقولها بكل صراحة أنها لا تتصارع لأجل الوطن. هذا الصراع الموجود في اليمن هو صراع لأجل السلطة والثروة وصراع سياسي، ولا يشد عن ذلك طرف من الأطراف. وبالتالي ما دام أن الصراع سياسي فعلى هذه الأطراف أن تتفق بينها على كيفية الوصول إلى السلطة، كيفية الوصول أو الحصول على الثروة بطريقة محددة. أما أن يظل الدم ينزف إلى ما لا نهاية فهذا في تصوري لن يؤدي إلى حل. وفي الأخير أنا أتصور أن الخوف الأكبر هو ليس أن يتدخل المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي في اليمن بشكل وأن يتورط بشكل كبير، لا، الخوف أن يتجاهل المجتمع الدولي الأوضاع في اليمن وبالتالي يدير لها ظهره ويلتفت إلى ملفات أخرى، مما يؤدي إلى قتال مستديم ونصل إلى الحالة الصومالية. يعني كان في كلام تفضل كمل يا دكتور. الى حد الان لم تبدي الاطراف المختلفه في اليمن موقفها، لم تعبر عن موقفها ازاء هذه الخطه. وهذه ليست خطه، هي مجرد افكار عامه ليس فيها تفاصيل، وطبيعه الافكار العامه ان يلتقي الناس عليها لتشكل مرجعيه للذهاب الى حوار يتم فيه الاتفاق على التفاصيل. الطرف الثالث الذي اشار اليه جون كيري، أنا في تصوري أن هذا الطرف الثالث يجب أن يكون طرفا ثالثا يمنيا، لا ينبغي بحال أن يكون طرفا ثالثا من خارج اليمن، لأن ذلك ربما يكون في يعني نوع من الحديث عن السيادة وما إلى ذلك، مع أن السيادة لم تعد موجودة في ظروف الحرب. إذا تسمح لي بس أنتقل للدكتور عبد الوهاب الشرفي، ما نبغى نطول عليه، وحرجع لك بكل تأكيد فيما تبقى من الوقت. يعني الدكتور عبد الوهاب، الأستاذ عبد الوهاب الشرفي، معذرة منك أستاذ عبد الوهاب، يعني الحديث عن خطة جون كيري كانت تحمل في طياتها الحديث عن حلين يمضيين بشكل متوازن، الحل السياسي والحل العسكري. الحل السياسي يبدو أنه نوعا ما هناك توافق، لكن الذي يظهر أنه في خلاف على الأمور العسكرية، مسألة تسليم السلاح، مسألة الانسحاب، مسألة المعتقلين، الأسرى، كثير من النقاط لها تفريعات، والتفريعات هذه هي ربما سبب الخلاف بين الأطراف. كيف تنظر إلى إمكانية الوصول إلى حل في هذه الجوانب، الجانبين السياسي والعسكري؟ طبعا أول مساء الخير لك وللدكتور محمد وللسادة المشاهدين الكرام. هو أعتقد أنا النظر إلى خطة كيري بهذا الشكل هو يعني لا يحمل قدرا كبيرا من السلامة. ربما خارطة كيري هي تأتي على خلفية ما يدور في الحدود أكثر من قضية الحل فيما بين الأطراف اليمنية. الكلام هذا هو تحدث عنه كيري مباشرة لأنه حضر وقابل ولي العهد وولي العهد، وكانت المفاوضات تدور حول قضية ما يحدث في الحدود وما إليه. وتلاحظ أنت أنه لم يقدم جديدا على الإطلاق فيما يتعلق بالأزمة اليمنية قضية طرح حكومة الوفاق، طرح في مقترح ولد الشيخ الذي عاد عنه بنهاية المرحلة الأولى من الكويت، وأيضا طرح في المقترح السعودي الذي تحمله فيما بعد ولد الشيخ الذي تبنته الرباعية. وبالتالي هو لم يقدم شيء على الإطلاق في هذا الجانب، لكن الآن أصبح هناك نكلة فيما يتعلق بالعملية السياسية للوجهة نظر العدوان ووجهة نظر الرباعية ابتداء، ومتمثل في قضية أنه نزع سلاح
اليمنيين أصبح ذو أولوية وبشكل مباشر، بمعنى لم يعد الأمر يدور حول دائرة تسوية وضع السلطة في البلد ومن ثم استلامها السلاح من كل الأطراف باعتبارها سلطة شرعية، وإنما بدأ الآن حديث آخر يتمثل في إيجاد طرف ثالث هو الذي يستلم السلاح وليس الحكومة الشرعية، وهذه هي خطوة. من هو الطرف الثالث الأقرب من وجهة نظرك؟ هل حتكون هل ستكون دولة عربية مثلا شقيقة من دول مجلس التعاون؟ كان في كلام على عمان. هل ستكون دولة عربية شقيقة؟ كان في كلام على مصر أو السودان. من هو الطرف اللي تتوقع أنه يكون الأقرب إذا تم القبول به كطرف ثالث؟ لم تحن اللحظة حتى الآن لإخراج هوية الطرف الثالث اتجاهاً. أن تلاحظ أن هذا الكلام الآن هو صادر عن الرباعية، وبالتالي ليس هناك صفة لهذه الرباعية في أن تضع مقترحاً، وكل ما صنعته الآن هو أنها روجت في وجهة نظرها وحملته ولد الشيخ، سيذهب ولد الشيخ لمحاولة نقله إلى الأمم المتحدة وإلقاء الصفة الأممية عليه، وحينها سيأتي الحديث بعد أن يرسى مبدأ طرف ثالث، حينها سيأتي إخراج هوية الطرف الثالث إلى الوجود. وفي الأخير الهدف بات واضحا عندما تتحدث أنت عن طرف ثالث وفي ذات الوقت تتحدث عن حكومة وفاق، معنى ذلك أنك تريد أن تنزع السلاح من أي سلطة توجد في البلد، سواء كانت سلطة توتين أو سلطة مؤتمر أو سلطة وفاق أو أيا كان. أيوة، لهذا يعني يعني أنت كيف تتوقع أنه سحب السلاح من كل الأطراف، من سواء كانت من أنصار الله أو من المؤتمر أو من الإصلاح أو من أي طرف كان، تعتقد أنه سيكون أمر من السهولة أن يتم هذا الأمر؟ هذا الكلام لم يطرح على الإطلاق من بداية الحراك السياسي الذي يتم. أن تلاحظ يا سيد الكريم أنه منذ جنيف ون وحتى اللحظة كلما يتم الحديث عنه من الطرف الآخر هو قضية سحب السلاح من أطراف صنعاء، من الحوثيين ومن ما يسموهم قوات المخلوع، وبالتالي ليس هناك اتزان حتى اللحظة في قضية تسليم السلاح، وهذه هي نقطة من النقاط التي دائما يعتمد عليها لعرقلة أي حل. قد يذهب معك إلى أبعد مدى في قضية ترتيب الحلول وقضية حكومة الوفاق وقضية كذا وقضية كذا، ويمسك من هذه النقطة الذي يعرف مدى جوهريتها أنه عندما تأتي للسلاح فقط أن تسلم سلاحك، بينما الأطراف الأخرى لا يتم الحديث عنها. تلاحظ هذا الأمر حدث حتى في المقترح السعودي عندما جاء لنفس القضية، نبدأ بالمنطقة ألف ويسلم الحوثي فيها وهكذا، وبالتالي لم تظهر حتى الآن نية صادقة للخروج لحل. ليست القضية أنه هناك صعوبة في الوصول لحل، ربما كانت اللحظة التي وصلها ولد الشيخ بنهاية المرحلة الأولى وما أعلنه ناتج عن قناعته بعد استماع 70 يوم للأطراف اليمنية كانت يمكن أن تمثل أرضية جيدة للخروج بحل، لكن الهدف هو عدم الوصول لحل ابتداء، بدليل أنهم تلاعبوا في تلك اللحظة للإطاحة بذلك المقترح الذي كان يمكن اعتباره على الأقل أرضية يمكن البناء عليها ويمكن التفاوض حولها والخروج بحل، لكن المسألة على حد الآن تدور حول قضية عدم توافر النية لدى الأطراف الفاعلة المعنية بالأزمة اليمنية للخروج بحل للملف اليمني. أرجع للدكتور محمد جميح. دكتور محمد، يعني ما قدم كان مقترح من الولايات المتحدة الأمريكية، قدمه جون كيري، الأمم المتحدة كانت نوعا ما متجاوبة لكنها لم تتبنى رسميا هذا الموقف. كيف تتوقع الأيام القادمة؟ هل ستتبنى الأمم المتحدة خطة جون كيري؟ هل ستصدر مثلا في حال رفضت هذه الخطة من قبل بعض الأطراف هنا أو هناك، هل ستتخذ الأمم المتحدة موقفا من الأطراف الرافضة؟ هو بالطبع يعني لم يأتي جون كيري بجديد في تصوري، الخطة التي وضعها هي تستند على خطة ولد الشيخ المستند إلى القرار الدولي. ربما الجديد في خطة جون كيري أنه ألمح بوضوح إلى شيئين: إلغاء التزامن
والتراتبية الزمنية في القرار الدولي، والشيء الآخر هو الطرف الثالث. والطرف الثالث أنا في تصوري أنه يمكن أن ينفتح على معنى طرف ثالث محلي، وإن كان هذا هو المعنى والمقصود فولم يكن جديدا، لأنه مذكور أصلا في خطة ولد الشيخ، لأن خطة ولد الشيخ تنص على تشكيل لجنة عسكرية بالمناطقة، وتشترط أن تكون هذه اللجنة من ضباط محايدين في الجيش اليمني لم يشتركوا في أي أحداث عسكرية بعد يوم 21 سبتمبر 2014، وهو تاريخ انقلاب الحوثيين على النظام في صنعاء. هل سنجد مثل هذول الضباط اللي يعني ابتعد عن ما حدث؟ نعم هناك يعني هناك عدد ضخم من الجيش اليمني غير مشترك في القتال، لا مع هذا الطرف ولا مع الثاني، التي أيدت هادي، والوحدات العسكرية التي لا تزال تؤيد صالح والتي تقاتل الآن مع الميليشيات الحوثي، هذه ليست كل الجيش اليمني، هناك عسكريون يمنيون ونحن نعرف كبار الضباط الذين لزموا بيوتهم في هذه الحرب، وبالتالي يمكن أن يكون هؤلاء ضمن هذه اللجنة. هذا إذا ما ذهبنا إلى أن الطرف الثالث سيكون طرفا ثالثا يمنيا لم يشترك في هذه المعارك. أنا في تصوري أن مسألة تعقيد تسليم سلاح الدولة بالقول بأنه كما قال الأستاذ عبد الوهاب أنه ينص على تسليم سلاح أطراف محددة هي التي سماها أطراف صنعاء، هذا لا ينبغي أن يكون، لأنه لم يطلب أحد من الحوثيين أو من الجيش اليمني على سبيل المثال الذي يؤيد صالح أن يسلم سلاحه هو. كل ما هو مطلوب أن يسلم سلاح أخذه الحوثيون من مخزن الدولة ومن غير وجه حق، وذهبوا به بعيدا وخزنوا في أماكن مختلفة. هذا السلاح هو الذي ينص على تسليمه، لأنه لم يطالب أحد الحوثيين بتسليم أسلحتهم، كل اليمنيين مسلحون، لكن يطالبون بتسليم سلاح الدولة. إذن إحنا نقول إعادة السلاح يريدونه لهذا الطرف الثالث أو لهذه السلطة إذا ما شكلت. أما بالنسبة أنا رأيي الشخصي أنه يمكن حتى إعادة هذه الأسلحة إلى مخازن الحرس الجمهوري، إلى مخازن الجيش اليمني، والجيش اليمني هو في الأخير وإن كان الآن بعضه محسوب على طرف الآخر محسوب على طرف آخر، يمكن أن تشكل هذه اللجنة وتعيد توحيد هذا الجيش، تعيد توحيد الجيش الوطني والحرس الجمهوري وما عدا ذلك من ميليشيات، سواء كانت تسمى لجان شعبية أو مقاومة شعبية، هذه تعود، هؤلاء ليسوا جيشا، وبالتالي يكون الجيش اليمني من الحرس الجمهوري من قوات الرئيس الهادي الجيش الوطني، تكون مهمة هذه اللجنة هي توحيد هذا الجيش وتعاد أسلحة الجيش إلى الجيش. يعني الحل إذا ما توفرت الإرادة السياسية هو موجود، إذا ما أراد الحوثيون خاصة أن يعيدوا أسلحة الجيش التي نهبوها من مخازنه إليه فإن السلطة موجودة، وبالتالي لا خلاف على ذلك. المقاومة في الأخير هي مجموعة من الفصائل يمكن أيضا أن تسحب أسلحتها، لكن أن يلتف على مثل هذا الكلام بالقول يقول الحوثيون لمن نسلم هذا السلاح وهم يعرفون من أين سرقوا هذا السلاح، من أين نهبوا هذا السلاح، هذا لا يجوز لا يصح، لأنكم تعرفون أنكم أخذتم هذا السلاح وأنه سلاح الدولة يجب أن يعود. أما أن يتعلل بأن هناك أطرافا أخرى كالقاعدة لديها سلاح، هذا لا يجوز، لأن القاعدة مجاميع مختفية هلامية تظهر وتختفي، مهمة قتالها للدولة عندما تحضر، وهذه ستكون مهمة الحكومة التي يمكن تشكل حكومة وحدة وطنية. أرجع للأستاذ عبد الوهاب الشرفي. أستاذ عبد الوهاب، ردود الفعل الآن متباينة ما بين الرئيس هادي وحكومته وموقف أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، يعني نوعا ما فيه قبول مبدئي لكن مع تعديلات من الطرفين، يمكن التحفظ أكبر من جهة المؤتمر وأنصار الله. هل تعتقد أنه الأمريكان حيمارسوا شيء من الضغوط على الطرفين من أجل قبول بهذه الخطة والظهور أمام العالم كمخلص أو كمفتاح الحل للأزمة اليمنية؟ طبعا لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الرباعية بالكامل كانت تريد حلا دفعت بالحل بعد ذلك الجهد الذي تم لتسعين يوما، لكن ما تم هو إفشاله كما قلت لك. ما يتم الآن التباين حوله هو طبعا هو لم تطرح المسألة الآن بشكل رسمي على أي طرف، كل كان لاعتبارات
أنه ليس هناك صفة رباعية لطرحها على أي طرف، هي حملتها ولد الشيخ، ولد الشيخ لم يوضح موقفه منها حتى اللحظة فيما إذا كان سيتعامل معها وسيحملها سواء للأطراف أو للأمم المتحدة، وحينها سيصبح مطلوبا من الأطراف أن تحدد وجهة نظرها منه. طبعا كان هناك تصريحات على كل حال تجاهها ربما كانت بالنسبة لأطراف صنعاء تركز على قضية أن مسألة نزع السلاح أمر غير ممكن وغير مقبول إطلاقا أن تأتي بأن تنزع سلاح بلد إذا كان هذا هو المطلوب. بالنسبة للدكتور محمد هو لم يسلك الأمور بشكلها السليم فيما يتعلق بهذه النقطة. في الأخير يعرف أن المسألة ليست منحصرة الآن فيما يتعلق بسلاح خارج الدولة ما بين أنصار الله وما بين الطرف الذي كان القاعدة، لا هناك المقاومة هي خارج أجهزة الدولة، ما يسمى الآن بالجيش الوطني أيضا هو خارج أجهزة الدولة، وهو جيش شكله هادي من طرف معين ومن لون معين، وهو يعرف أن هناك جيش وجيش الدولة الذي كان موجود الذي يسميه الآن بالجيش الإنقلابي. بمعنى في الأخير أنه مسألة حيازة السلاح إذا كنا نريد أن نخرج بالبلد إذا فعلا من أزمتها يجب أن ينظر لها النظرة الموضوعية. لا يجب أن يوجد سلاح خارج أجهزة الدولة على الإطلاق، لا لمقاومة ولا لأنصار الله ولا لغيره. لكن هل تعتقد أن هذا الأمر ممكن تحقيقه؟ يعني إحنا بنتكلم، معذرة منك أستاذ عبد الوهاب، يعني إحنا الآن بنتكلم على أطراف كثيرة ومتعددة تحمل السلاح، ما بين جيش وطني إلى مقاومة شعبية إلى قاعدة إلى، وطبعا هذه لو استثنينا القاعدة يعني المقاومة والجيش الوطني يمكن التحكم فيهم، لكن ماذا عن بقية الأطراف اللي موجودة في الساحة؟ هو هذا الأمر، أنت إذا استطعت أولا أن تعيد صياغة مؤسسات الدولة التي يجب أن تستلم السلاح والمتمثلة في ما يسمى الجيش الوطني وأيضا الجيش الدولة الذي كان موجودا قبل أن يبدأ العدوان على البلد، إذا استطعت أن تجد صيغة سليمة لهذا الأمر يمكن بعد ذلك أن تتحدث عن تسليم باقي الأطراف لأسلحتها. لكن أنت الآن تتهم أساسا جيش الدولة وأمن الدولة بأنهم كلابي لملابسات معينة، وتنشئ جيشا من طرف ومن لون واحد الجميع يعرفه هو طرف الإصلاح ومجاميع المضادة لصالح ولهادي ولصالح وللحوثيين، وبالتالي تريد أن تقول أنه هذا جيش الدولة. هذا الكلام لن يمر على الواقع، أنت بهذا الشكل تعمل على أن تحتفظ بالأزمة، لكن إذا طرحت الكلام بموضوعية أنه يجب تسوية أوعية الدولة المتعلقة بالجيش والأمن، وبناء عليها يتم ترتيب أوضاع الأسلحة للأطراف التابعة المتمثلة في المقاومة وفي الحوثيين، وحينها يبقى معك الطرف الوحيد الذي هو متمثل في قضية الجماعات الإرهابية، وهذه موضوعها مختلف تماما على فكرة بهذا الأمر، لأنها هي ستحارب الدولة سواء كانت بيد الحوثيين أو بيد هذه أو بيد غيره، هذه لا علاقة لها بموضوع الأزمة الحاضرة، وإنما موضوعها هو موضوع أجندات أخرى متعلقة بضرب الدول ابتداء في المنطقة ككل. تقريبا هذا الأمر الذي يجب أن يستوعب، لا يجب أن نميع القضية ونقول أنه يجب أنصار الله أن يسلموا ما أخذوه من المعسكرات. طيب لديك أطراف أخرى الآن هي لا تمثل معسكرات وتمثل رغبة طرف محدد، لا يمكن على الإطلاق أن يسلم لك الآخر سلاحه ويسلم لك رقبته في ظل هذا الوضع من الأزمة. مهما حاول. إيش توقعك لو في حال فشل اجتماع جدة وخطة جون كيري رفضت وكتب عليها الموت من البداية، إيش المتوقع؟ تصعيد عسكري؟ العودة إلى نقطة الصفر؟ يعني أن تقوم أو يقوم التحالف بالضغط عسكريا على صنعاء من أجل الوصول إلى حل نهائي؟
يوم قبل أن نتحدث عن قضية فشل خطة كيري، يجب أن نتحدث أولا عن اعتماد خطة كيري. ما هو الذي سيتم بشأنها ليجعلها ذات صفة رسمية في الملف اليمني؟ هل سينقلها ولد الشيخ؟ ما هو من الواضح أنه في تأييد دولي، يعني ولد الشيخ موجود معه. هذا الأمر ينقلك إلى موقع آخر، أن التعامل معها طالما أن الطرف الآخر المتمثل في روسيا لصاحبة الفيتو لا يمكن أن تمرر هذا الأمر، طالما أنه جاء ضمن مسار غير مسار أممي. يعني لديك الآن مشكلة متعلقة بأن روسيا تدافع عن حضورها الأممي أكثر من تطويرها لأي طرف محلي، بمعنى أنت الآن تترك مجلس الأمن وتخرج لإصدار خطوات انفرادية بعيدا عن المظلة الأممية، وبالتالي هي ستعارض لمجاوزتك لها في هذا الجانب. يعني مسألة الحصول على الصفة الرسمية لهذا المقترح الذي تبنته الرباعية هو أمر في غاية الصعوبة قبل أن نتحدث عن فشله. يعني نحتاج الآن، نحن ربما أصبح قضية تبادل اللثمات الإقليمية واللثمات الدولية على خلفية الملف اليمني بعد اجتماعات الرباعية في لندن أصبح ذو مباشرة أكثر من ذي قبل. على العموم يظل معك نقطة ربما هي يعني تقلل من حساسية تبادل اللثمات ما بين شرق وغرب على خلفية الملف اليمني، والمتمثلة أنه في الأخير ربما جعل الشرق والغرب وكل المتعاطين مع الملف اليمني هي وجهة نظرهم تقريبا واحدة متمثلة في تنفيذ القرار الأممي. لكن مجاوزة روسيا الخطوة هذه بعيدا عن مجلس الأمن تحتاج لقدر كبير من إقناع الطرف روسيا الآن. ألا يمكن أن تستطيع مثلا في الأمم المتحدة ألا تستطيع مثلا المملكة السعودية أنه عبر الوعود الشراء بصفقات جديدة عبر المال أنه استمالة الموقف الروسي من أجل تأييدها، من أجل كما تطلب هي أو كما تريد الحسم العسكري؟ هل يكون هذا الأمر قابلا للتصديق؟ يصعب جدا هذا الأمر، مع أنه في الأخير أيا كانت الإغراءات التي ستقدمها المملكة العربية السعودية لروسيا ستراها روسيا أنها لا مقارنة بينها وبين التفريط بحضورها الأممي. تعرف أنت أن روسيا استخدمت مرتين حق الفيتو في لإجهاض المقترح السعودي في مجلس الأمن قبل يعني أثناء المرحلة الثانية أو المرحلة الثانية في الكويت. وبالتالي هذا الجانب هو تقريبا محسوم، لأنه ليس الموضوع ذو علاقة بتفضيلات محلية أن روسيا تدافع عن طرف عفاش أو تدافع عن طرف الحوثي أو ما إليه، وإنما القضية متعلقة بمجاوزتها في موقف الأمن وحضورها الأممي، وهذا لا يمكن أن تغطيه لها السعودية بأي إغراءات تقدمها. لهذا الخارطة المطروحة هي أحمالها حسابات أكثر من قضية قبول الأطراف المحلية من عدم قبولها. هذه هي وجهة نظري. شكرا جزيلا للأستاذ عبد الوهاب الشرفي، وشكرا جزيلا للدكتور محمد جميح اللي يبدو أنه عنده التزام آخر. نختم معكم ضيوفنا الكرام حول هذا المحور الأول والمشهد الأول في الواقع اليمني اللي كان المشهد السياسي. نطلع الفاصل، وبعد الفاصل عندنا مشهدين أو ثلاثة مشاهد. أولا الحديث عن المؤسسة القضائية في عدن، هناك أيضا الكارثة البيئية اللي أصبحت تهدد محافظة تعز ومدينة تعز على وجه الخصوص، أمر ما كنا نتوقع حدوثه أبدا في الحالمة تعز. وأخيرا سيكون معنا المشهد الرابع، يعني حشفا وسوء كيلة كما قيل في المثل العربي، فوق كل الأزمات تظهر لنا كارثة السيول في أبين بقصة ومأساة جديدة، نسأل الله العافية جميعا. نطلع فاصل، وبعد الفاصل نتواصل إن شاء الله مع بقية مشاهد الواقع اليمني لهذا اليوم.
أهلا بكم مشاهدي الكرام في ثاني محاور هذه الحلقة. منذ أكثر من عام ونصف المؤسسة القضائية في عدن شبه متوقفة ما عدا المناوبات الإدارية لبعض القضاة في مكاتبهم، لكن ما في جلسات، ما في مرافعات، ما في محاكمات. تعطيل كبير لقضايا الناس، حياة الناس ربما في بعض الجوانب توقفت فيما يخص مثلا الزواج، الطلاق، فيما يخص الورث، فيما يخص بعض القضايا التجارية التي تتعلق بأملاك الناس، كلها متوقفة. تساؤلات كثيرة أطلقت، لماذا هذا التوقف إذا كانت عدن الآن تنعم بما يشبه الاستقرار الحقيقي؟ لما لا تستأنف المحاكم عملها؟ لما لا تستأنف النيابات عملها؟ أسئلة سنحاول أن نجيب عليها من خلال ضيفنا من عدن القاضي فهيم عبد الله الحضرمي، رئيس محكمة استئناف محافظة عدن. سيادة القاضي فهيم، بداية مساك الله بالخير. يا مرحبا، نحياكم الله. ما الذي يحدث في محاكم عدن؟ لماذا هي متوقفة؟ وخاصة أنه الآن في ملفات غير الملفات المجتمعية، في ملفات مهمة جدا فيما يخص الإرهاب والعصابات اللي تم القبض عليها، إذا كانت النيابات والمحاكم واقفة متى ستعمل؟ أولا أخي العزيز، أنا أشكر لكم هذه المداخلة اللي عملتوها وإن كان جزء كبير منها غير صحيح. نعم. ولو عرف السبب لبطل العجب. نعم. حقيقة أنه في واقع الأمر ما جرى في محافظة عدن، أنه محافظة عدن في هذه الحرب دمر فيها الكثير من مباني القضاء والنيابات، وللأسف أنه عدن كانت هي دولة النظام والقانون. صحيح. كما كان معلوم. صحيح. والقضاء كان فيه سطوة، سطوة القضاء كان يفرض نفسه لأننا مجتمع مدني في واقع الأمر. والحرب دمرت الكثير حقيقة. صحيح. مباني القضاء مدمرة، نفقات تشغيل المحاكم موقفة من وزارة العدل في صنعاء منذ أبريل 2015. وحتى اللحظة هذه الذي نحن مباشرين لأعمالنا في مكاتبنا. نعم. ومع ذلك لا جلسات. هل في جلسات مثلا؟ المحاكم تعمل جلسات وتعمل بصورة ممتازة ورغم صعوبة الإمكانيات. إيه؟ ورغم كل الظروف الصعبة ولكن نحن نعمل. وللأسف أن القضاء قد دخل في معمعة صعبة في الظرف الراهن، وأنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الجانب لأنه شق سياسي. أين؟ وكنت أتمنى أن لا يكون القضاء في هذه المعمعة. طيب، والمحاكم في عدن أخي العزيز تعمل. تتصور أن نحن الآن نتيجة لأنه محكمة الشيخ عثمان التي دمرت. نعم. ومحكمة الاستئناف التي دمرت بالكامل، والمجمع أي. القضائي التي دمر. أي. وأيضا مقر النيابة العامة دمر. أي. وأصبحت مسرحا للعمليات العسكرية للأسف. فكنا نتمنى أن لا تصل الأمور إلى هذه المرحلة، ومع ذلك تصرفنا بحكمة. أينا. وحتى لا تتعطل مصالح المواطنين، وحتى لا تتعطل أمور الناس، فتحنا المحاكم وضمينا كل محكمتين معا، وضمينا أيضا في مبنى واحد 5 محاكم في آن واحد. نعم. السلطة المحلية سيادة القاضي، يعني السلطة المحلية ما هو دورها؟ يعني أنت الآن بتكلمني على أنه الميزانية من صنعاء توقفت، برغم أنه نوعا ما أغلب أجهزة الدولة بدأت تعتمد على السلطة المحلية في عدن بدلا عن السلطة المركزية هنا في صنعاء. لما لا تقوم المحاكم بنفس الشيء، الاعتماد على السلطة المحلية باعتبار أنه هناك ما يشبه فك الارتباط الفعلي؟ نحن ندعي وفقا لقانون السلطة القضائية ودستور الدولة أننا سلطة مستقلة ولا نقبل أن نكون تابعين لأحد. فالسلطة المحلية ليس من شأنها أن توفر للقضاء ولا لها حق في ذلك. نعم.
ولسنا مستعدين أن نكون تابعين لأحد. ومع ذلك نقول أننا قدرنا أن نوفر إمكانياتنا وحماياتنا الذاتية بقدر استطاعتنا، والسلطة المحلية تريد أن تلعب دورا كبيرا، ولكن نحن نحب من ذلك لأننا سلطة قضائية. وهذا هو الأمر الذي أنا أختلف معه مع الجانب الإعلامي. الإعلام يفترض أن يسن سنة طيبة، وأنتم اليوم تدعون إلى الرسائل بالسلطة المحلية بأي حق؟ فعليكم أن تفهموا، والإعلام يجب أن يلعب دور إلى جانب القضاء، فأن السلطة القضائية يفترض أن تكون بمنع عن السلطتين الأخرى التي إحداهما تشرع لانتهاك استقلال القضاء، والأخرى تأخذ المال من يد القضاء. يبدو أنه حضرتك ربما أسأت فهمي بشكل أو آخر، لكن خليني أطرح السؤال بشكل آخر. هل هناك ولكن لا تنتهكوا استقلالية القضاء، إياكم انتهاك استقلالية القضاء. جميل جميل، استقلال القضاء شيء مطلوب وشيء نحن ندعو له وشيء نحن نشجع بكل تأكيد. خليني أطرح سؤالي بشكل آخر. هل وجدت تعاون من السلطة المحلية أو من السلطات في عدن حول استقلاليتكم؟ هل كان في شيء من الضغوط من أجل يعني تحييدكم عن هذا المسار ولو شيء بسيط؟ السلطة المحلية لا تتدخل في شؤون القضاء، ولن أقبل وأنا على رأس السلطة القضائية، ولكن هناك تعاون مشترك إلى حد ما، ولكن أن تصرف علينا السلطة المحلية أمر غير مقبول. جميل. طيب تفضل. السؤال الأخير، متى يمكن أن نقول أن المؤسسة القضائية أصبحت متعافية بالمئة 100% وعادت لممارسة كل نشاطها بالكامل؟ إن أدركوا من هم قائمين على شؤون القضاء وآمنوا بسلطة القضاء، فهنا سيكون السلطة القضائية بكاملها في اليمن ستكون متعافية. وهناك انتهاكات حتى في صنعاء وفي تايز وفي إيش وفي كل المحافظات، يوم يعتقل قاضي، يوم ينتهك حق قاضي، يوم يقتل قاضي، يوم يخطف قاضي. أي استقلالية تتكلمون عنها أنتم؟ إن كنتم أنتم الإعلاميين تقومون بهذا العمل. سنكون إن شاء الله لسان يعمل جنبا إلى جنب مع القضاء. جميل. في توضيح أو تثبيت مفاهيم الديمقراطية بإذن الله. نكون يدنا بيدكم سعادة القاضي وسيادة القاضي. ألف شكر لك فهيم عبد الله الحضرمي القاضي ورئيس محكمة استئناف بمحافظة عدن، شكرا جزيلا لك على الدقائق التي منحتنا وتكرمت بمنحنا إياها. نذهب إلى المحور الثالث، محور مهم جدا، الكارثة البيئية المحيطة بمحافظة تعز والتي حولت من حياة الناس إلى جحيم إضافي يضاف إلى المآسي التي يعيشها الناس بشكل يومي. الكارثة البيئية تكلمنا عنها أكثر من مرة، لكن يبدو أن المسألة وصلت إلى حد أصبح ينذر بكارثة حقيقية تقع خلال الأيام أو الفترة القادمة في ظل استمرار الحرب والمواجهات والحصار على المدينة. النفايات تكدست في كل مكان، المخلفات في الشوارع والأحياء. طبعا الأمر له علاقة بصعوبة التنقل والتحرك من مكان إلى مكان، من خارج المدينة إلى داخلها ومن داخلها إلى خارجها. أيضا مسألة المياه والمجاري الله يكرم السامعين اللي طفحت في كل مكان، إلى جانب القمامة أصبح القمامة والطفح ثنائي يهدد حياة الناس ويهدد بكارثة بيئية، ليست بيئية فحسب بل وصحية إن لم يتم تدارك الأمر. فنحن نتحدث عن أوبئة ممكن أن تنتشر في مثل هذه الظروف، الكوليرا، الديزنتاريا وغيرها من الأمراض اللي تستطيع قتل مئات الآلاف في أسابيع معدودة. للحديث عن هذا الجانب معي الأستاذة ارتفاع القباطي، القائم بأعمال مدير مشروع نظافة تعز. أستاذة ارتفاع، بداية مساء الخير. مساء النور. الحديث عن تعز والكارثة البيئية التي تهدد مدينة تعز، إلى أي مدى وصلت؟ هل هو خطر حقيقي كما ذكرنا في المقدمة، أو أنه الأمر تهويل من بعض الأطراف؟ أستاذي، أولاً أشكركم على طرح مثل هذا الموضوع. نعم. ثانياً أحب أن أوضح، نحن المؤسسة الخدمية الوحيدة في الميدان
في ظل هذه الظروف التي تمر بها مدينة طائف. نعم. طبعا نعمل بمهنية بعيدا عن السياسة بعيدا عن الحزبية، ولكن للحد من وقوع كارثة بيئية صحيحة. نعم نعم. كما قلت لك في عمال في موظفين في كذا يعني أصيبوا في ظل هذه الظروف وهم قائمين بأعمال بالميدان. نعم. في مشاكل جزمة بالنظافة، مشاكل رئيسية كنت أحب أن يتطرق لها الكثير، منها رواتب موظفي وعمال صندوق النظافة. إحنا الآن بنعطيك الفرصة للحديث وطرح أهم المشاكل اللي بتواجهوها من أجل الجهات المختصة سواء كانت في صنعاء أو في تعز أو في غيرها، يكون عندهم فكرة ويعرفوا إيش اللي مطلوب منهم من أجل محافظة تعز وقاطنيها، يعني مدينة كبيرة يمكن من أكثر مدن اليمن كثافة في السكان وازدحاما بالسكان، ووجود مثل هذا الخطر وجود مثل هذه الكارثة قد تصل إلى أمور لا يحمد عقباها وتكون سبة على جبين الكل إذا حصل أو وصلنا إلى الكارثة لا قدر الله. فعلا من هذه المشاكل هي عدم صرف مرتبات عمال الموظفين في صندوق النظافة المتعاقدين من حوالي 9 أشهر. نعم. شحة الإمكانيات لصندوق النظافة، يعني الحركة الإرادية شبه متوقفة للصندوق. نعم. مثلا مؤسسة الكهرباء، المصانع، المحلات التجارية، هذه متوقفة نهائيا عن الإيراد، يعني شحة الإيراد للصندوق، هذا اللي يوقف الرواتب العمل بحسب الإمكانيات المتاحة للصندوق. نعم. كمان في معانا نقص بالمعدات، المعدات ما تكفيش العمل داخل المدينة، يعني الآن من حوالي 6 إلى 7 معدات ما قدرش أغطيها داخل المدينة بالكامل. خلينا نتكلم على المجتمع والمواطنين، هل في تحسي أنه المجتمع متعاون معكم؟ هل في تعاون مع المواطنين؟ لأنه أنا اللي ملاحظه أنه في تكدس للنفايات في الشارع وفي كل مكان، الأمر يوحي أنه الناس فعلا معتمدين اعتماد كلي على جهدكم أنتم، إذا مش موجودين هم مساكين حيغرق يعني في أكوام النفاية. هل حاولتم أنه تعملوا ما يشبه الشراكة المجتمعية بينكم وبين المجتمع من أجل وضع خطة معينة نتحكم فيها في مسألة النفايات؟ حاولنا جاهدين مثل هذه الأعمال، ولكن نقص الوعي لدى المواطن يعني يشكل تقريبا 80%. في بعض الأوقات تشوف البرميل المختص في برمي القمامة في الأرض مش في البرميل، هذا تسبب لنا إعاقة بالعمل. أين المساحة إذا أخذناها اليوم الثاني على طول مكانة موجودة، يعني القمامة مستمرة ما دامت الحركة مستمرة. إذا كان في تعاون من المواطن إنه يرمي القمامة بالمكان المخصص بيوفر جهد علينا. أي نعم. كمان في بعض المشاكل، منها مشكلة المقلب، هذه المشكلة الرئيسية، عدم وجود مقلب يعني مكب للنفايات. نعم. هذه هي المشكلة الرئيسية، لكن الحمد لله كانت تسبب طبعا 99% من الإعاقة لأعمال النظافة. نعم. الحمد نعم. لله يعني بذلنا جهد ووفرنا مقلب مؤقت حاليا. في منظمات مشاركة بالأعمال، منها منظمة الصليب الأحمر شاركت، انتهى المشروع في شهر 6. أي نعم. شاركت بأعمال النظافة منظمة الآن مرتيكور بدعم من اليونيسيف، إن شاء الله بكرة يعني ندشين العمل ونبدأ بالفترة المرحلة الثانية. نعم نعم. الحملة. شكرا جزيلا للأستاذة ارتفاع القباطي القائم بأعمال مدير صندوق النظافة بمحافظة تعز، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا لطرح هذا الأمر المهم وتنبيه السلطات سواء كانت هنا في صنعاء أو في تعز حول خطورة هذا الأمر، وحقيقة أنه كما ذكرنا أنه ممكن تؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه إذا انتشرت بعض الأوبئة، فقل على تعز وأهلها السلام. ولذلك قبل أن نصل إلى هذه النقاط يجب أن ندق ناقوس الخطر ونذكر الأطراف كلها في تعز، إذا بدأ الوباء سيصيب الكل، ما راح يضرب جهة ويصيب جهة، لا حتكونوا كلكم مستهدفين. الكوليرا ما ترحم، دوزنتاريا ما ترحم، الأمراض الوبائية لا ترحم ولا تبقي ولا تذر.
خلونا ننتقل إلى الجانب الثالث أو المشهد الثالث من واقع اليوم. أيضا الكوارث من جديد، كارثة السيول في أبين، ونداء استغاثة ودعوة لمساعدة المتضررين. يعني بحمد الله كان ربما موسم الأمطار في هذا العام كان موسم استثنائي يبشر بالخير، لكنه أيضا أتى ومعه الطوفان، أتى ومعه السيول، السيول التي حقيقة لم يكن الناس مستعدين لها بشكل كامل وبشكل جيد. نعم متعودين على مواسم الأمطار، بس مثل هذا الموسم ما شاء الله تبارك الله ما كان أحد مستعد، ما كان أحد عامل حسابه. بعض الناس كانت ساكنة في السوائل، بعض الناس كانت موجودة في بعض المناطق المنخفضة الزراعية المنخفضة واللي داهمتها السيول. هذا الأمر حدث في إب، سيول جارفة أدت إلى حدوث أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات، جرفت العديد من الأراضي الزراعية، خسائر كبيرة بمئات الملايين تكبدها المواطنين، والجهات المعنية يعني وجدت أن الأمر أكبر من طاقتها وقدرتها على التحرك، وجهت نداء استغاثة للكل، للمنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين. أطلقت أيضا حملة إغاثة للمحافظة، محافظة أبين، بالمواد الغذائية والعلاجية. ومعي للحديث عن هذه الكارثة الجديدة، وكأنه إحنا ناقصين يعني، الحمد لله رب العالمين على كل حال، الأستاذ غسان شيخ فرج، أمين عام المجلس المحلي لمدينة زنجبار. أستاذ شيخ، أستاذ غسان مساك الله بالخير. على جانور، خلينا نتكلم عن اللي حصل في أبين. ما الذي حدث بالضبط؟ حجم الكارثة، حجم الخسائر، هل كانت هناك خسائر في الأرواح أم اقتصرت فقط على الأرواح أو على الخسائر المادية؟ عفوا، كانت في خسائر، يعني أغلبها كانت خسائر مادية، يعني دخلت مياه السيول إلى منطقة الحصن ساكن اللحود. إيه؟ هذا يعني أدت يعني انسداد الجسور والعظم بالأشجار الكبيرة. نعم. أدى على عدم السيطرة على الماء وخروجه إلى منطقة الحصن ساكن اللحود. إيه نعم. فقام مكتب الزراعة والري في أبين والمجلس المحلي مديرية خنفر بتشكيل لجنة. نعم. لمعرفة أسباب دخول المياه إلى منطقة الحصن ساكن اللحود. بس المشكلة سيدي، أبين يعني أبين الخير زي ما يقول. أي أي. أبين تعاني يعني لا توجد يعني صيانة العقب نهائيا. أي. أيضا شبكة الري يعني بنتكلم على صيانة الطرقات. لا مش صيانة الطرقات. أي. الري، شبكة الري سمت قديمة ومنهارة. ليش الماء من السيول يروح للبحر؟ إيه؟ وأراضي أبين محرومة منها. ليش؟ سببه أولا لا توجد صيانة العظم، شبكة الري قديمة ومنهارة، لا توجد ميزانية تشغيلية العمال الري أثناء السيول. أي نعم. أيضا لا توجد الأسطول يعني آلات الزراعية مثل الديفورات والشيولات والتيجرة وخلافة. أي نعم. لا يوجد يعني بتاتا مع يعني في دارة الري في أبين هذه الأسطول. نعم. الذي يعني به يقوم عمل الري. نعم. نعم. أيضا عمال الري كلهم مطلعين. طيب خلينا نتكلم على حجم الأضرار والخسائر. هل كان في خسائر في الأرواح؟ لا الخسائر في الأرواح قليلة، مش كثيرة. يعني كان في ضحايا؟ يعني واحد اثنين. واحد او اثنين برضو يعني يحسبوا، هذول البشر يعني، هذه ارواح تحسب. ايوه أي اكيد بشر. أي. بشر كيف؟ ايوه. طيب حجم التجاوب من السلطات المحلية، هل كان في تجاوب سريع؟ مثلا هل وجدتم انتم كسلطة محلية، هل قمتم مثلا بتوفير خيم للي ناس خسروا بيوتهم او داهمتهم السيول؟ هل قدمتم لهم شيء من الغذاء، شيء من الخيام؟ هل موجودة عندكم كانت هذه الامور؟ لا، لم نقدم اي شيء، الكون لا توجد لدينا هذه الامور.
والله يعني يعني سلطة محلية حلية. اسمح لي أستاذ غسان، سلطة محلية ألا تستطيع أن تقدم حتى خيمة؟ والله الخيام وهذا لا توجد لدينا، نحن في زنجبار لا توجد لدينا خيام، لأن هذا الخيام مع المنظمات. أيه نحن لا توجد لدينا. نعم أيوه. هل في تجاوب، كان هل تواصلتم مع المنظمات مثلا الدولية وتجاوب أحد يعني معكم من هذه المنظمات، قدموا لكم إلى الآن هل قدم لكم شيء؟ تجاوب وزير الزراعة بتوفير مليون ريال. نعم. لإعادة العمل في ساعات في العظم، ولكن هذا المليون لم يكفي. أيه؟ شيء. نعم. لم يكفي شيء. المنظمات لسه ما في تجاوب. الآن موجود يعني الهلال الأحمر الإماراتي. نعم. يقوم حاليا بتوزيع المساعدات الإنسانية لمحافظة أبين، وبالذات منطقة الخنفر وزنجبار. هل في مخيمات لإيواء المتضررين؟ لا يوجد. وين بيروح المتضررين طيب؟ وين بيسكنوا؟ المتضررين يا سيدي كل يعني راح يستجي الى عند يعني عند اهله يعني الاقارب. اي كل واحد عنده اقاربه. كل واحد عنده اقاربه. شكرا جزيلا للاستاذ غسان شيخ فرج امين عام المجلس المحلي لمدينه زنجبار، ونسال الله اللطف باهالي ابين العزيزه والغاليه، و يعني الله يكون في عونكم، الله يكون في عونكم، وفعلا مش ناقصين يعني أحشفا وسوى كيلة، يعني يا الله المصائب اللي عندنا، ما احنا كمان حمل مصائب جديدة. نسأل الله اللطف والسلامة، ونسأل الله مشهدا يمنيا وواقعا يمنيا أفضل في الغد بمشيئة الله. حتى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتصبحون على ألف ألف خير. إلى اللقاء.